السلام عليكم ورحمة الله، ورحب فيكم في هذه الحلقة من كرافت ذا وورلد. طبعا غزينا هالمكان هذا، حماش اللي كل السامون، بس يبالي اشله والله بصراحة، يبالي اشله كامل المكان هذا، اسويه فرن، ما راح ارحمه خلاص. يستوي المكان مالنا يعني، لازم شو نسوي؟ نحلله، نحفره كامل، اي شيء حصه فيه، ديكور فيه، كل شيء كل شيء كل شيء بشله، ما بخلي ولا شيء هني. طبعا نحن الحين لما نحصل منه البورتال اللي بيودينا العالم الثاني، لكن شكل الموضوع شوي بيطول. بس شو ابى اسوي بعد؟ ابى اتجه باتجاه منه الحديد. انا اشوف هني شو، ابى اتجه باتجاه الحديد، لكني اشوف هذا شو يسمونه هني. لحظة، خلنا نبدل الهايل. لحظة، لحظة، ايوه اوكي. ريبليس رير بلوكس، ريبليس رير كول. نبغى نشل هذا كله وننزل تحت، ابغى اشوف هني شو فيه، لان خل اسرع اللعبة. لحظة، نكون شوي منطقيين اكثر في توقيتاتنا وهذا وغيره وهالامور. ريبليس رير، قول شلو هذا بكبره، وايد فارق وياي انا هذا الحين. لحظة، تعالوا ها، وايد مضايقكم الممر يعني ولا كيف؟ ترى شي سكافولدنج على فكرة. شو في هني؟ اذا طرشتم هني، هني في وحش عادي بعد، في زعمة يعني، في هات شوف سومرز بوك، ما نبغى برايا. انزين، في هني بعض الامور التي تستحق التفكير يعني، نفس هذا. صبر صبر، خلاني بالشعب كله يذبحون هذا، هذا نكرة. ايوه، رقدوا عريسه والله، قاموا يستوون شوي شوي قوية ترى. قمنا نقدر نضارب ميني بوسز، وهاي البوسات الصغار نقدر نضارب وياهم، واللي هو شيء اوب مثرل هذا يا حبيبي. لا لا لا، هذا اكثر ممتاز، هذا رقم واحد، هذا هذا ترتيب دنيا. خلينا نشيل هذا كله، نحط لنا لحظة، خلينا نشيل من هني، نحط هني، ونحط لنا دري في درب النزلة لين هني، ونغطي المنطقة هاي، احط لهم بورتل شوي اساس يخلصون امورنا سريعا سريعا. هاي ليش رقد هني؟ اه والله انه سكران صاحي هذا. ارقد ارقد، انا عندي 11 واحد، كم سرير عندي؟ مستحيل ما عندي 11 سرير. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ها، عندي سراير زياده. وانت طفش راقد هني، روح ترين. خلنا نرفع الكرافت وورد. لحظه، كنت ابغى احط تريننج دمي مال منو؟ مال سوردزمان وورير. فخلنا نحط، دام عندنا سامان، عندنا لذر، عندنا ويت، عندنا بلانكس. يبا ويت ثاني، وعندنا ويت ثاني. خلنا نحط مكان نشوف، خلنا نحط هنا اوكي. اللحظة، هذه نبغاهم، نبغى نحط، شو في وراها؟ فضاوة؟ ما في شيء فضاوة، ما في شيء ذاك الزود. بنحط هاي الهني، وبنحط هذا هني، دري ثاني سبير مو مشكلة عادي، نمشي امورهم. مصدر الاكل مالنا شو اخبارهم؟ هذا كت، هذا كت، هذا ما من ابو اكل، بيتكاثرون مو مشكلة، شي وايد منهم. في عنا هجوم خلال 27 دقيقة، خلال 27 دقيقة ابو اكون شو سويت انا؟ ابو اكون حطيت التريننج دمي. لحظة، وين التريننج الاولي؟ هذا هني، هني اوكي. ترين ما في شيء مكان ولا كت، اوكي كمل دربك. بيحط لنا هذا، لحظه خلنا ندربهم شوي،
نخليهم اقوى. اوكي ممتاز، الكلب مانا مال الحراسة موجود. الحين المثل اللي هذا معدن ثمين ترى، المعدن الثمين اثمن معدن ممكن نحن نحصله، لو ان الحين كبحد ذاته يمكن ما يكون له فايدة اساسية لانه ما فتحت وصفاته، لكن مصيره نفتح شو وصفاته. يعني زجاج ستيل، هذا بلانكس نحطيه مكان هذا نترياه يجهز. ابى اشيل هذا وهذا 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 وهذا، وخلنا نختصر لهم الدرب شوي. اوكي اوب، هذا عنده مثرل يا حبيبي، هذا قوب ترى، هذا الانتاج الصحيح، انتاج واحد ايش اللي يسرقه والله. تعال تعال ليش تركب هني، تعال ايوه شلو هذا كله، نبغاه كله وابوتيون هني الحسب رايي الحين، بس هذي اللي ينفعون حق ديكور نبغاهم. هذا هذا لا هذا محتاج، انا خليته محفور مكان ثاني صحيح، ايه هني خله برايه خله هني. في اولويات، في اولويات عندنا، ما قلت ما في اولويات، لكن هني المعادن الثمينة تلعب دور ترى. لازم الحين تم نحفر الخريطة كامل على اساس شو نسوي، ونطلع مكان اول بورتل لازم، بس لازم نطلع الوصفة بعد ترى. اتصور ما اقدر اكمل الوصفة من غير، اذا ما كنت غلطان براشوت، ما انا براشوت لحظة، هذا بيكون هني لا ما يستوي هني عند ربع كل شيء، كل تمرين عند خرفان، خرفان يحبون الجيم ترين. اول نيوز اوكي، بسوي له ترين دمي ثاني يوم، ما استعملهم توتالي يا جماعة، ابغى اوصل ستيل ارمر. شو بتسوي؟ سويهم لان عندي ووريرز انا اكثر من الباقيين، فبحطي ها شوف المثل الاور يو حبيبي، وين صار شو حصلنا؟ وزرد ستاف، لا هاي تعبانة، هاي تعبانة، ما حصلنا شي قو، نبغى شي قو، ما عندنا شي ذيك القوة يعني، ما عليهم مشكلة. خلنا نشوف وين الحديد مرة ثانية، هني مثل المثل 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 الكود، بس ابغى اوصل للحديد انا. بلد تكتري حلو، فتحنا خلنا نشوف هالشي يباله، ثلاثة ستيل يباله. اوه عندنا حديد يكفي حق ان نهجم على البورتال ترى، يعني الحين اذا حصل بورتال يمديني اهجم عليه. تعرفون شو يعني نهجم على بورتال؟ يعني نحصل ثروات الدنيا، شيء رقم واحد. بس هاي المثل هذا اللي حصله صراحة لازم يستعمله بحكمة. ما ادري شلو هذا في دربكم، اقول تعالوا هنا اختصروا لي وقت، ما في على غلاصتكم. ايوه حطوا لي ليتات، حطوا لي ليتات، ما راح احفر دايركت ترى انا، يعني ما بسوي السالفه حق اني ابني وهذا، لا بس بحط الدري وبتم منزل، براويكم كيف خصي الموضوع اني انا انزل وهذا واسوي، لا 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 ما فيها، ما ابغى هيل هيل، خلاص خلصنا استعملناهم، خلنا نخلي عندنا سبير يمكن نحتاجهم الحين. ما في دايركت احفر، شوف في حد يشتغل هني؟ يوم بخلص شغله هني بيشتغلوا هناك مو مشكلة، هني في حديد هني في مثرل، والأولوية حق المثرل عندي. يوم أكثر المثرل هذا سميه كنز، ها كنز علي بابا مال كرافت ذا وورد، هذا هو، ما في واحد اثنين، هذا كنز علي بابا اللي هني. لحظة ريبليس ريبليس، احفر احفر، ها
هذا المثل اللي يسوينه بلاوي ترى شيء روعة، شيء من الخيال. ستيل ارمر عندي 11 نفر، بسوي الشست اول شيء، اروم اسوي 7 بس حدي 7، محتاج 4 غير، بسويهم فول حديد. لو انه يمكن يخرب حركتهم ولا موفمنت ولا شيء، لكن برايهم مو مشكلة. ابى ادخل جامد، ابى ادخل مش جامد، تعرفون اللي بعد الجامد نبى ندخل فيه، هذا هو الهدف الحين. تقولوا ليش اسمه احصل بورتال ادخل فيه عرضبة، بعدين هجوم الجاي يمكن يكون شوي قوي ترى، وما ان الهجوم الجاي يمكن، تعال كت، وما ان الهجوم الجاي يمكن يكون قوي. تعال انت تنتقرون، كتب في حد يتمرن مش غلط. تعال ترين ترين، في عندي ارشر بس اوكي، خلهم يسوون تريننج شوية مش غلط. بس ابا ليتات هني دام اني نازل، ابا ليتات، وين عند ريتات؟ اوكي ناقصني دري هني، لازم دري ولا ترى بيتعورون على فكرة، ما نبغاهم يتعورون. ما رمش الا ليش؟ انا اظني في حكم من هاي الرونز لانه مغيرينهم. الاول كنت والاول ما اللعبة نزلت كانت عبارة عن بورتل نبني وندور قطع منه حق البورتل من عند منو البوسات، بس الحين اشوف ان عدد البوسات زاد وايد، يعني هاي مني بوسس ما كانوا موجودين قبل ترى، وانا من فترة ما لعبت اللعبة قلت لكم. يعني خلينا نشيل هذا، المعادن الثمينة هاي اليو متحسون تو الحين، بس عندهم فصلات يرقدون مرات برا ترى. ايوه هاي شغالين ناس يبنون الحين، دام عندي شوية طوابيق انزين ابو ارتب المكان شوي بزيادة، لكن بيبني 2 2 2 1 2 اهد فراغ عساس شو يسوي يوصل لفوق، مش التلعوز. اوكي هاي الاساس يقدرون يبدلونهم، بعدين ببدأ في السكشن الثاني مو مشكلة، بس الحين خلهم يبولي ذهبهم، بتفاهم وياهم عقب شو اباهم يسوون. هاي شو What is this؟ شكله شيء زين. تعبني شغلات الطيبة أنا. خلنا نشوف فوق كيف عمل البناء الديكور. رقم واحد. Replace Earth بس شو يبالي؟ يبالي أبدل اللي فوق بعد. لحظة. أبو هايل. هايل خلاص الحين ما نحتاجهم اكثر، كلها حصى بستعمل سكافولد، قلت لكم انا سكافولدنج و شيء رقم واحد بس. 1 2 هذا الفراغ لانه يقدر يبنوا واحد يمين واحد يسار، بس لحظة ريبليز رير بلوكس ريبليز رير بلوكس، الحين شو نسوي؟ رير بلوكس ريبليز ايرت افا، انا ما بها الحركة هاي. سرير ايرت سرير ايرت ريبليس ساند، هذا بيزيد راحة البيت بشكل فظيع ترى، كل بيت له نسبة راحة، تحيدون السالفة نسبة الراحة وهذا والخرطان والسوالف هاي بالضبط، هاي اللي قاعدين نسويه نحن الحين. تعالوا نباكم هني، تحطولنا ليت بعد دام النازلين، خلنا نشوف شو السالفة، طلع لنا وحش هني بعد يوهقنا، تشوفوا هذا يطب ولا يشلونه، لكن اظني لازم احول عن هذا الهدف كهدف، تعرفون شو؟ خلونا احصل كل الايرون اللي اروم احصله، ايوه هذا هو الكلام. تعالوا هني، في دراي في كل شيء في دنيا، نبى حديد قد ما نقدر الحين، ترى الحين ما في جسر، ف
ينزل تحت يروح يرد على اساس يبني ويلاوز عمره شوفوا هني مو يرمي تسلخ بعد بس الحين من نبدا نبني بسوي لهم درب مش عشانهم يعني وبعدين النيب اللي عقبه رقم واحد الحين هذا هني نفس العمليه اللي هناك بسوي بسوي تجويف بعوده تراني بس سلم حوله متمنيا لهم السلامه مش ضامنا متمنيا لهم السلامه فقط ترى المعادن شيء ثمين يعني الواحد يبدا يسوي معادن هي هاف تو ابريشيت وات هي هاف يعني انزين ابى اسوي الرم لا ابى اسوي 10 وابى حبه 11 وابى التشست عندي 7 ما ابى 7 لا 1 2 3 4 بيتم لي منو بيتم لي اصدقائي الفيت الفيت يباله هذا 1 2 3 لا هذا يبالي منه غير لان عندي واحد اصلا لابسنه يبالي غير انت تحسبه 11 3 8 غيره زين الحين بني ب 8 غيره مو مشكله ستيل عندنا اصلا ما ظن انه بستيل ستيل في زياده مو مشكله ايرون شيلد حلو وايد اوكي وايد فنان هذي لهم اوكي قلت يمكن حد ثاني يتضارب ما نعرف بعد استوي عندهم زي الصبر دام ان عندنا نحن اصلا عندنا سامون خلنا نلبس 7 مش ميج عادة وورير بعطي الاولوية حق الووريرز وورير مش ارشر وورير لانه هاي لهم اللي في الجبهة هاي اللي بياخذون الضرب كله فلازم نعطيهم حماية زينة مع ان عندهم ترى لا تقولوا ما عندهم اي حماية عندهم احيانا تشوف حد ما عنده شيء لابس قميص عادي ترى الجلد عادي اذا يانا واحد بعد ترى بلبسه جلد مو مشكلة مو بلازم انتج مليون حبة انا زيادة لا والله كفو عليه شوف والله انه الكلب رقم واحد بس تعال اذبحه هذا الكلب الصراحة عجيب الكلب عجيب عند الروع الحديدية بتسوي لنا ترى شغل افا انا ما بدلت اللي ورا شو اوكي مو مشكلة قام يستوي عندنا شوي مساحة بناء مثل العالم الناس وين صار ايوه تعالوا حطوا لي هذا وهذا وبدوا حفر يو شكله حديد هني لين يوم الحديد هذا حلقة الدروع الحديدية قبل هجوم ترى كم باقي لي على الهجوم من جيم باقي لي 6 دقايق ما شاء الله بجهز اكبر كم من الدروع وبنشوف الفرق الدروع الحديدية هاي ترى غرام لا تنسونه ترى دروع حديدية والله انهم يسوون شغل مش طبيعي بنحفر بنبدأ طبعا في السيلفر وهذا بس سيلفر بعدين بس محتاج انا اصلا شبابيك البيت مو في شبابيك خلينا نحط الشبابيك لحقين على الدروع الحديدي دقايق بس 8 11 سرير زين 11 سرير ما بسوي زيادة بسي وابا اوكي شنطة هاي يزيد عدد السامون اللي شلونه من تحت بدل ما يجمعون قطعتين يجمعون قطعتين زيادة اظني هذا اللي اذكره 7 حلوين ما نبى اكثر ما بلبسهم كلهم اصلا في كل الاحوال ليش البسهم كلهم اوه هذا فنان كشخ حق الديكور تعرفون السوالف صح قمطاسات شو اسمه زينة وحركات وهذا ماي ما عندي الا واحد ماي افا قلت بيكون عندي اكثر وايد حلو كان باقي لنا الحين 7 ولا شيء شو هلمت ترى ما خلصنا هلمت تنتين
بتماثيل عقب بنحطيها، مو مشكلة. بس نسوي ابل باي، ما في ماي، شو تبون نسوي؟ ستون ستوف كيتشن، يبقى ايرن اور. احنا شغالين اصلا في الايرن اور الحين، بس لازلت اتمنى يكون فيها برايورتي، يعني اولوية في اللعبة تسوي شغل وايد ترى، خاصة الحين شي شغل وايد في المكان ومش ملحقين، يعني ما في اكل. لحظة، كيف يعبون طاقتهم وما في اكل؟ نحط لهم هني لحم، بيملهم اللحم ترى. خلينا نحط لهم صوب الثاني باي، فطاير ياكلون فطاير يستانسون، ونبدل لهم هاي البقعة. ريبليس فرونت بلوكس هالمرة، هاي اللي خلصنا منها. بس نبي الصوب الثاني الحين، حطي واحد هني وواحد هني، في عنا فبحطي بزيادة ما عندي مشكلة. زين، ريبليس رير بلوكس، ريبليس اير، ريبليس رير اير، ريبليس رير اير. اوكي، بيتم لأربع حبات، لكن شو نسبة الراحة اوريدي كم؟ 79%. في شيء انا ما سويته، المفروض اني اسوي الايرون هاتش. ايرون هاتش هني ولا بعيد؟ بعيد بعيد، بعده 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 قدام، ترى مو بالحين وقته، بعدين. يبالنا خبز، يبالنا ماي، كل شيء يبالنا ماي. كادر ووتر، ما بنذبح هذا المسكين، السمكة الوحيدة اللي تم بعد اذبحها بعد، الله بيكسر خاطري. زين، في عندنا ورير نبي نمرنه، هي هذا، اي ورير عادي بمرنه. ترين ترين، هذا فنان ابو مثل الرسول. ترين، ما عندي ارتر. زين، كلهم ماسكين سيف، شو كلهم قصابين عندي. اوكي، والله مش هم مني وايد البقع الصراحة، استثمرها سياحيا. زعيم البورتل، والله انه زعيم، هذا زعيم المستكلب بعد. ستيل هلمت عندي 13، ليش عندي هالكثر ستيل هلمت؟ انا شو جاي بالعيد؟ شكلي سويت بزيادة، انا مش حاس. زين، لا الفيت اللي كنت ابغى منه زيادة. اوكي اوكي اوكي، زين خلينا نحط لهم هذا جوتي، هذا جوتي جوتي، شكل الحرب قريبة. لا تقولوا ما خبرتكم الحرب، تريوها ستأتي قريبا الحرب، الحرب انها الحرب، ولا انا رحم احدا في الحرب. انها خمسة، بنسوي خمسة غير جواتي، ولا ستة بسوي، لا في ثلاثة عنا، بسوي ثلاثة غيرهم، ثلاث جواتي غيره. في احد لابس جلد؟ ايوه هذا هو، ما على هذاك الزيادة راح زيادة، مش غلط ابدا. سيلفر بوت مو بالحين، 1 2 3 انا ها كل اللي احتاجه حاليا، محتاجكم تاخذون على البقع عندي انا الحين. هذا اني انا اوصل للتولز اهم من الاسلحة، ان هالتولز مهمات صراحة. بس اذا بسوي تولز، اوه عندي سيلفر وايد يا حبيبي، انت يا حبيبي كم سيلفر عندي يا حبيبي يا حبيبي، شوفوا كم سيلفر. يبالي فحم بعد، فحم مرة الحين يعني. ها هذا خلوه عساس يركبون يصيرون يبون اللي هناك، بعدين شو بسوي؟ بشيل اللي هناك، مو مشكلة. بعد شيء 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 شيء، تعال شو له هاي، شو السالفة؟ ايوه يانا البورتال، الحين حرب صغيرة. لحظة، اكو عندي جاهز جواتي، هي وين ووريرز مالي؟ عنده
ارسل يبالي تست بعده. ذكروني عقب وورير بغض النظر اقول بعطيهم كلهم مو مشكله. مشكله وورير يود. بعد عندي ليذر بوت يود. شوفوا شوف كيف باقل عليهم. قمنا نتطور بورتل مع انه قام يستوي البورتل اقوى، بس قمنا ندقهم ترى شوي شوي. ترى بورتل اقوى مع البورت. عدد الوحوش اللي هذا اللي فيه يزيد، واذا ما شوف والله مسحناهم ما في مستوى. يا جماعة الخير هني نوصل نهاية الحلقة. الدروع الحديدية ان شاء الله خلصنا الدروع الحديدية، بعدين بنشوف سالفة الزعيم الاول. فاشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة على خير باذن الله. هاي كانت حلقتنا مع كرافت ذا وورد اليوم، وان شاء الله من افضل الى افضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.